مشاهدينا، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة تعيين الوزير السنغالي السابق عبد الله بتيالي مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا، هو الثامن منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي. وأعربت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن اعتراضها على القرار الأممي. وفي سياق آخر، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة بالدبيبة في مدينة اسطنبول، في حين أكدت وسائل إعلام أن اللقاء كان مغلقا ولم يكن موضوعا على أجندة أردوغان. وقال الدبيبة بعد اللقاء أن تركيا تدعم إجراء انتخابات تشرف عليها حكومة الوحدة الوطنية ليتم بعدها تسليم السلطة لجهة منتخبة. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من طرابلس دكتور مسعود السلامي، الدبلوماسي السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أرحب بك دكتور مسعود. من هو المبعوث الجديد؟ أهلا بك. من هو المبعوث الجديد إلى ليبيا ولماذا ترفضه حكومة الدبيبة؟ أحييك أولا أستاذ، وأحيي كل متتبعي هذا البرنامج. هذا أولا. الحقيقة المبعوث الأمم الجديد هو عبد الله بتيالي أو بتيالي، وهو سنغالي الجنسية، يعني هو مبعوث أفريقي، وهو أيضا يملك كم كبير من الخبرة تصل إلى ما يزيد عن 40 سنة تقريبا، سواء هذه الخبرة في مجالات عمل قيادية في بلاده أو حتى من خلال الأمم المتحدة. إذن الرجل يملك خبرة، بالإضافة إلى أن هذا الرجل الحقيقة كما اطلعنا أنه يملك شخصية قيادية، وهو شخص حاسم وحازم، ولذلك هو يعتبر الحقيقة من أفضل الشخصيات على الأقل الإفريقية، أو أفضل الشخصيات إذا ما قارناها بالشخصيات التي تم اختيارها في السابق، والتي وصل إلى 7 شخصيات شغلت هذا المنصب قبله. نعم. لماذا إذن رفضته حكومة الوحدة الوطنية؟ لا، هي حكومة الوحدة الوطنية عادت ورحبت في بيان مقتضب طبعا بتعيين هذا المبعوث او بتعيين عبد الله بتيالي يعني فجر هذا اليوم السبت، ويعني كما جاء في الحقيقه البيان المقتضب انها تتطلع الى ان تتعامل او تتعاون مع هذا المبعوث الجديد لحل الازمه الليبيه واجراء الانتخابات. طبعا هذه محصله الموقف الحكومة الوحدة الوطنية يعني كما صدر اليوم، لكن سابقا حاول المندوب الدائم للأمم المتحدة لليبيا في المنظمة الدولية في مجلس الأمن اللي هو الطاهر السني، حاول أن يعترض على يعني تعيين هذا المبعوث بحجة أن هذا المبعوث يعني أن حكومة الوحدة الليبية تريد يعني شخص أكثر الحقيقة قربا من الملف الليبي وأكثر الحقيقة اهتماما بالملف الليبي، ويعني هذا ما تقوله في ظاهر الأمور طبعا. نعم. وتريد شخص ربما يعني لديه الحقيقة السند القوي من قبل دول كبرى، يعني هذا في ظاهر الأمور، لكنها في الحقيقة ربما كانت حكومة الوحدة الوطنية تتخوف من ان السيد عبد الله بتيالي، وانا يعني لا ارى هكذا، لا ارى الامور هكذا، يعني ربما كانت تتخوف ان الرجل بحكم جنسيته السنغاليه وبحكم ثقافته الفرنسيه ربما يكون يعني يتماهل في بعض توجهاته السياسيه مع فرنسا، والمعروف ان الموقف الفرنسي من حكومه الوحده الوطنيه ومن موقفها في الازمه الليبيه بصفه عامه، ايضا ربما يعني حكومة الوحدة الوطنية تتخوف في أن يذهب السيد عبد الله بتيالي أو بتيالي في غير التوجهات التي تريدها الحكومة الليبية، فربما يضع مقاربة أخرى ربما بحكم شخصيته وبحكم خبرته كما قلنا سابقا، خبرته كبيرة في الأمم المتحدة، وحتى كان له اقتراب محدد لفترة محددة من الملف الليبي، ولذلك كلها هي المسألة عبارة عن تخوفات لا أكثر ولا أقل. فهذا المبعوث الجديد لم يسبق له في الحقيقة أستاذ
أن نصرح بأي تصريح يعني حول الأزمة الليبية، ربما يشتم منه أنه يقف إلى جانب هذا طيب. الطرف أو ذاك الطرف، أو أن له توجهات محددة. ولكن مثل ما قلنا سابقا قضي الأمر وتم تعيينه في هذا المنبر بالذات، وفي هذا المنبر بالذات منذ فترة أنه سيتم تعيين عبد الله الأستاذ أو الدكتور عبد الله، وتم تعيينه فجر اليوم طيب. فعلا. ونتمنى أن ينجح هذا المبعوث في مهمته، لأن الأزمة الليبية نتخوف من أن تصبح أزمة مزمنة الحقيقة نعم. تشابه أزمات عربية. نتمنى له التوفيق دكتور نعم. الدكتور مسعود يعني في هذه الأثناء هناك حراك دبلوماسي نشط في تركيا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في أنقرة، وأيضا كان باشا غا في أنقرة على ما يبدو، وهناك لقاء جرى بين الرئيس التركي وبين الدبيبة، ويبدو أن الدوحة أيضا دخلت على الخط عبر وزير خارجيتها والتقى بالدبيبة أيضا. إلى أي مدى تركيا تحاول تفعيل دورها الآن في الأزمة الليبية؟ هو الحقيقة الدور التركي في الأزمة الليبية يكاد هو الدور الأبرز حقيقة، يعني بسلبياته وإيجابياته، يعني هذه مسألة يعني لا مناص من التصريح بها. الدور التركي في ظل الحقيقة التباينات في مواقف الدول الكبرى والصراع حول أزمات أخرى بين أمريكا من ناحية والدول الأوروبية معها وروسيا من ناحية أخرى، وخاصة الأزمة الأوكرانية، وفي ظل التشتت العربي والاصطفافات العربية الحقيقة في اتجاهات متغايرة بالنسبة للأزمة الليبية، وأيضا في ظل الوهن الذي يعاني منه الأفارقة الحقيقة منذ فترة طويلة نتيجة الحقيقة التغيرات التي حدثت في القارة الأفريقية بصفة عامة. يعني يظل الدور التركي كما قلنا هو الدور الأبرز والأكثر جدية، والحقيقة الأكثر يعني ربما يتسم بالتخطيط غير العشوائي، التخطيط الاستراتيجي. وفي هذا الشأن يأتي يعني في هذه المرحلة التي نجمت عنها زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة، وأيضا زيارة أخرى للسيد فتحي بشاغة، هي تأتي في هذا الإطار التي ترسمه وتنفذه تركيا بالنسبة للأزمة الليبية. وهذه الزيارة الحقيقة لها ربما يعني في ذهن السياسي التركي مجموعة من الاعتبارات نستطيع أن نتحدث فيها إذا سمح الوقت. نعم نعم، ما هي؟ تفضل تابع. نعم، الحقيقة بالنسبة لتركيا يعني بهذه الزيارة تريد أولا أن تقول أنها يعني الأكثر اهتماما والأكثر دراية بالملف الليبي، وأن الملف الليبي لا يمكن أن يمر في اتجاه اليمين أو اتجاه اليسار إلا عن طريق تركيا، وهذا صحيح. النقطة الثانية أن تركيا تحاول الحقيقة أن تجد مقاربة ما بين حكومة السيد دبيبة من ناحية وحكومة السيد بشاغة من ناحية أخرى، لأنهما في النهاية هما يعتبران مقربان وإن كان بدرجات مختلفة لتركيا. وتحاول تركيا بهذه الزيارة طبعا زيارتين طبعا كل زيارة على حدة، أن تجد نوع من التنسيق لمحاولة تقريب وجهات النظر ما بين السيد الدبيبة والسيد فتحي بشاغة، لأنهما أساس الأزمة في الوقت الحالي. أيضا تركيا ربما يعني هي تعلم الدور الذي تقوم به مصر هذه الأيام من خلال دعوتها للسيد عقيلة صالح والسيد المشري لزيارة القاهرة والاجتماع هناك لمحاولة يعني إيجاد مخرج لتشكيل حكومة ثالثة كما يقال. ولذلك هي عملية ربما نراها أن هي استباقية، بحيث يعني تقطع الطريق على مثل هذه الدعوات تركيا من ناحية، وبحيث أن هي تبقى على المسك بالملف الليبي حتى في يعني في تفاصيله الصغيرة. وأنت حضرتك تعرف أن هناك نوع من التنافس التركي المصري حول الأزمة نعم. الليبية ونتيجة التباين في المواقف ووجهات النظر، وهي مسألة باتت معروفة الحقيقة. هذا
أيضا ناهيك عن الحقيقة الجانب الاقتصادي، تركيا لديها الحقيقة يعني نوع من التعاون الاقتصادي الضخم مع في ليبيا. طبعا الشركات التركية تعمل منذ عقود طويلة، وتكاد الشركات التركية تكون هي الأضخم خاصة في المنطقة الغربية، وربما تركيا تمهد الطريق أنه في حالة ما تم استتب الأمور طبعا، وهذا ما أشيع في الفترة الأخيرة أن الشركات التركية ستعود، لا بل أن السيدة دبيبة وجه دعوة حتى للرئيس التركي لحضور هناك مؤتمر اقتصادي تقريبا سيعقد في ليبيا في قادم الأيام. يعني طبعا تمت دعوة السيد الرئيس أردوغان لحضور هذه المؤتمر الاجتماع أو شيء من هذا القبيل، أو هذا المؤتمر هو يعني مؤتمر اقتصادي أو شيء من هذا القبيل. أنا نسيت تسمية بشكل صحيح، ويقال أنه قبل الدعوة وسيحضر، وهذه مسألة معروفة نتيجة كما قلنا أن الشركات التركية تعمل، وربما ستعود للشركات طيب. التركية بالذات لمطار طرابلس، لإنشاء مطار طرابلس العالمي الذي تم الحقيقة يعني تأثر من خلال الأحداث وتعطل عمله، وهناك الحقيقة شركات كبرى تتمنى أن تعود لعملية طيب. إعادة تهيئة مطار طرابلس العالمي. النقطة الأخرى، هناك أيضا تعاون، نوع من التعاون العسكري خاصة مع حكومة الوحدة الوطنية، وهناك تدريب مجموعة من العناصر كما يقال، أي بمعنى أن التعاون التركي في الليبي التركي أو المصالح التركية، خلينا نتحدث بشكل أفضل، المصالح التركية في ليبيا في جانبها الاقتصادي وفي جانبها حتى العسكري وأيضا في جانبها السياسي هي ضخمة. ومن هنا يأتي دعوة الرئيس أردوغان لكل من دبيبة وبشاغة للاجتماع في, طيب. في, 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 في في إسطنبول، وهذا ما حدث. طبعا بكل تأكيد، ربما يعني في جملة واحدة أستطيع أن أقول لك أن السيد دبيبة من خلال هذه الزيارة تحصل على كل ما يريد، وإذا لم نقل تحصل على كل ما يريد، فهو تحصل على أغلب ما يريد، وربما هناك نوع من التطابق نسبيا في وجهات النظر ما بين الموقف التركي وما بين طيب. على الأقل في ظهر الأمور. سؤال يطرح في هذا الصدد، يعني فجأة نسمع في نقرأ في الأخبار بأنه أيضا الاجتماعات التي جرت في تركيا أو في مكان آخر لا أدري، ولكن كان هناك لقاء بين دبيبة ووزير الخارجية القطري، أيضا لم يذكر أين جرى هذا اللقاء، ما الذي يمكن دخول الدوحة على الخط، ما الذي يمكن أن يقدمه؟ له الحقيقة دورة أيضا الدور القطري هو دور مفهوم في ليبيا، وهو يعني ليس الآن، ربما حدث نوع من الخفوت في زخم الموقف القطري تجاه الأزمة الليبية في الأيام الفائتة، ولكن الحقيقة هو دور موجود خاصة في جانبه السياسي، وربما يكون الدور القطري كما هو معروف أقرب إلى دور يتفاهى أكثر مع حكومة الوحدة الوطنية يعني التي رأسها السيد دبيبة الآن. ومن نافلة تقول أن الدور التركي الدور القطري بكل تأكيد يتطابق في كثير من المواقف مع الدور القطري، يتوافق في كثير من الأمور مع الدور التركي، يعني لا. هناك نوع من الانسجام بين هذين الدورين، وفي هذا الأساس يأتي ربما هذا الاجتماع الذي أشرت له حضرتك، وإن كنت أنا شخصياً لم أقرأ أو لم أطلع على الأقل، ولم يقل لي أحد هنا من خلال محاولة معرفتي عن هذا الاجتماع، ولكن وزير الخارجية القطري يعني دائما ما يصرح في هذا الاتجاه، ونشتم من تصريحاته أنه يعني يريد الاستقرار لليبيا وحد الأزمة الليبية. والحقيقة حتى قطر أدانت الأحداث التي تمت في طرابلس في الأيام الماضية، ويعني مثلها مثل كثير من الدول، لكن يبقى الدور القطري هو دور الحقيقة يميل أكثر كما قلنا لحكومة الوحدة الوطنية. ويعني هذا الأمر بات معروف،
وربما يعني يزداد هذا الدور القطري تفعيلا، خاصة إذا يعني حدث نوع من الاتفاق أو الشراكة ما بين الدورين القطري والدور التركي، بحيث أن هما كل هذين الدورين يصب في اتجاه واحد، وهذا ما سنكتشفه خلال الأيام القادمة بإذن الله. شكرا لك دكتور مسعود السلامي، الدبلوماسي السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كنت معي عبر سكايب من طرابلس.